وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي تميم. العديد من الساحات تشهد قتالا وحراكا في دمشق، لكن أنا أود سؤالك بخصوص الحدث الأبرز والأكبر، وهو الكمين الذي نصبته القوات النظامية بالقرب من ميدعى لأفراد الجيش الحر. بداية، كم الحصيلة النهائية؟ هناك من يقول 60، وهناك من رفع العدد إلى 70، وكيف حدث هذا الكمين؟ نعم أخي الكريم، يعني هذه المجزرة هي إحدى المجازر التي حدثت خلال 24 ساعة الماضية. هناك 60 مجاهدا على الطريق الواصل بين الميدعة والضمير في محاولة لهم لفك الحصار عن الغوطة الشرقية، وقعوا في كمين أمني محكم. دبابات النظام وعربة الشيلكة كانت تترصد لهم. حينما اجتازوا الحاجز الترابي أو الساتر الترابي، قامت دبابات النظام باستهدافهم، ومن ثم فتحت عليهم نيران مضادات الطيران الأرضية من عين تميم. معاناة طويلة استطاعوا الوصول إلى منطقة الضمير، وتم نقلهم لإحدى المشافي الطبية المتواجدة في تلك البلدة، وهم من رووا لنا حقيقة ما جرى في هذه المجزرة. أيضا هناك مجزرة أخرى حدثت بحق 11 مجاهدا أيضا في مخيم اليرموك، في محاولة لتمشيط أحد الأبنية التي كان شبيحة النظام يتمركز بها، فتم تدمير المبنى بهم باستخدام قذائف فراغية من النظام، ومعظمهم تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة. وقد خرج بيان رسمي من لواء أبو بكر الصديق التابع لألوية الفرقان تؤكد أن هذه المجزرة حقت، يعني حدثت بحق هؤلاء الشبان المجاهدين من لوائهم. إذا أردنا الحديث ميدانيا، يعني الميدان، حي الميدان الدمشقي، انفجرت فيه عبوة ناسفة مزروعة بأحد السيارات بالقرب من البناء السابع عند محل المواسم في منطقة القاعة جنوب حي الميدان الدمشقي، أدى لاحتراق السيارة وإصابة شخص على الأقل. هناك انتشار أمني كثيف في تلك المنطقة، بالإضافة لإطلاق رصاص من شبيحة النظام. التوتر يشهدها هذا الحي بعد هذه السيارة التي انفجرت. أيضا هناك حملة مداهمات عشوائية اليوم واعتقال لشبان مدنيين بشكل تميم. اليوم، كما أن حي كفر سوسة اليوم أيضا تعرض لحملة تفتيش قامت بها عناصر حاجز الفاتح، فدخلت العناصر إلى بيوت المدنيين الواقعة على طريق جامع النعيم وبعض الحارات الفرعية، تم طلب الهويات وبعض دفاتر العائلة وسند الملكية لهذه المنازل، وتم السؤال عن العوائل الغريبة عن المنطقة. يسعى النظام بشتى الوسائل للتعرض للمدنيين النازحين من عموم الغوطة الشرقية أو معظمية الشام أو حتى المدن المدمرة ليتم التعرض لهم داخل العاصمة دمشق. نؤكد على ضرورة التكتم على هذه العائلات كي لا تتعرض للأذى من شبيحة النظام. المربع الأمني كان هدفا واضحا اليوم بصواريخ الكاتيوش للجيش الحر، كانت الإصابات محققة. تم الانتقال لحي القابون الدمشقي المشتعل، والتي دمرت أكثر من 50% من البنى التحتية للحي، بالإضافة لحرق المنازل المدنيين. هذا المشهد الذي بات واضحا واعتدنا عليه كل يوم من دبابات النظام والقذائف الحارقة بحق هذا الحي. العديد من العائلات محاصرة ومشردة داخل هذا الحي، فبيوتها أصبحت على سوية الأرض، يعني يعيشون أقصى الظروف داخل هذا الحي المحاصر. ارتقاء 8 شهداء اليوم من أبناء حي القابون الدمشقي جراء الاشتباكات الدائرة بين جيش الحر وقوات النظام. هذا السيناريو نفسه ينتقل إلى بارزة الدمشقي. هذا الحي يشهد اشتباكات منذ الصباح هي الأعنف، بالرغم من أنها متقطعة. النظام يحاول التسلل إلى هذا الحي ساعة تلو الأخرى. كتائب عيسى بن مريم تتصدى لشبيحة النظام على مدار الساعة ومرابطة في تلك النقاط. المتحلق الجنوبي وزملكا هي مدينة تحت نيران النظام بقصفه بقذائف ومدفعية النظام المتمركزة على جبال قاسيون. سقط شهيد على الأقل أيضا من المرابطين على جبهة المليحة ومدفعية النظام المتواجدة في إدارة الدفاع الجوي. قصف المنازل بات مستهدفا أثناء الإفطار، وعلى موائد الإفطار ارتقى عدد من الشهداء المدنيين، وهناك جرحى يستحيل إسعافهم في الغوطة تميم. الغوطة الشرقية، ونحن الآن وسط العاصمة دمشق نأكل ونشرب ما لذ وطاب، وأهلنا في الغوطة الشرقية يعانون ما يعانونه من هذا العجز الطبي والعجز بالمواد التموينية والحصار الخانق على مدار الساعة.
أيضا هذا السيناريو بعمومه ينتقل إلى الريف الغربي ومعظمية الشام التي تستهدف إضافة إلى ذلك من جبال الفرقة الرابعة بشكل ممنهج. محاولات التسلل لقوات النظام المدعومة بميليشيا من حزب الله مستمرة على مدار الساعة في جبهة الموحدة لمعظمية الشام وداريا. في الريف الغربي أيضا هناك منطقة خان الشيح اليوم جرت اشتباكات عنيفة فيها في الجهة المقابلة لأسترات دمشق القنيطرة، صد بها جيش الحر محاولات اقتحام لقوات الأسد، استطاع فيها قتل 3 جنود بينهم ضابط هو أحد الضباط المسؤولين والمسؤولين عن التنسيق لدخول هذه المنطقة. تميم الشامي عضو شركة شام كنت معنا على الهواء مباشرة من مدينة دمشق، أشكرك شكرا جزيلا وإلى إدلب ننتقل معكم.